بلشنا مباراة كتير جيدة، سجلنا أهداف، ضيعنا فرصة، ضيعنا ضربة جزاء. بعد ضربة جزاء صار فيه هبوط تركيز وهبوط نفسي شوي، قدر فريق كرام يرجع المباراة. نحن الشوط الثاني بالتبديلات اللي سويناها وتغيير طريقة اللعب وأسلوب اللعب قدرنا نرجع للتعادل ووضعنا فرصتين بتصور كان ممكن نحن نرجع المباراة بشكل أفضل وحقق نتيجة إيجابية أفضل من هي. النتيجة طبعاً ما لها مرضية نهائياً بالنسبة للتحضير تبعنا بداية الأسبوع بعد لعب الاتحاد يعني وطموحنا للمباراة، فكانت نحن نتيجة كنا حابين نكون أفضل من هيك، بس بالأخير هي كرة القدم. أول شيء نحن بنعتذر من الجمهور عن النتيجة، أكيد نحن بأرضنا مطالبين بالفوز، خاصة لسه ما حققنا الفوز من بداية الدورة. مباراة الاتحاد الفريق كان كتير منيح، ما توفقنا اليوم مثل ما حكى الكابتن، بلشنا بداية كتير منيحة بالمباراة، بس تفاصيل صغيرة غيرت المباراة، خلتهم شوي يرجعوا على جو المباراة، بالنهاية قدرنا نتدارك ولو جزء من المباراة وقدرنا نحقق نقطة، بس هي ما بتلبي الطموح يعني أكيد. إن شاء الله يعني ما عندنا غير نوعد الجمهور نحسن من حالنا ونقدر نحقق الفوز بالمباراة الجاي لنصالحهم ونرجع نبلش تكون بداية جديدة، يعني لأنه لحد هلا نحن نعتبر حالنا ما بلشنا، نحن فريق محضر لنكون من المنافسين، يعني ما عم نقول نحن بطل دوري بس نحن المفروض نكون منافسين ككادر كلاعبين لاعبين منتخب وطني معنا، فإن شاء الله بنقدر المباراة الجاي نحقق الفوز. ما عم نتوفق يعني، شفت اليوم كان الفريق كتير منيح بداية المباراة، بتصير تفاصيل صغيرة اللي التركيز شوي قدروا يرجعوا للمباراة والحمد لله على كل حال. بالنسبة للمباراة شفتوا يعني يمكن الوحدة لعب 6 دقائق كرة قدم مع احترام الفريق الوحدة، أنا بعتز بكابتن حسام السيد وتعلمت منه كتير، بس إحنا هن بعد 6 دقائق الأولى وسجلوا هدف إن كانوا أميز من خلال الكرات العرضية، إحنا بنعرف إنه عندهم كتير ميزة كبيرة بالكرات العرضية، خصوصا لما تلاقي عندهم كثافة هجومية إن كان بتراوري محمد أنس نصوح مجدلي ماهر دعبور الشوط أول ميلاد حمد الشوط الثاني، أسلوب الفريق الوحدة مكشوف بالنسبة لنا بشكل كامل، حاولنا قدر الإمكان نمتص قوة الهجومية اللي هي ما تمضي على الكرات العرضية والكرات العالية اللي ما قدروا أبدا يستفادوا منها. بعتقد الناس كلها شافت المباراة، الكرامي كان الطرف الأفضل طيلة يمكن 85 دقيقة، بس يعني إحنا اليوم كنا أقرب الفوز بشكل كتير كبير من أي مباراة، يعني مباراة الساقة كنا عم نقول متقدمين على خصومنا، لكن تركيزنا بالدقائق الأخيرة هو كان الفيصل بإنهاء المباريات بشكل صحيح. اليوم كنا أقرب يمكن لك أنت غير لك سجلت هدف تاني بعد ما كنت خاسر 1-0، عدلت بنهاية الشوط الأول تقدمت وكان ممكن تضيف أكثر من هدف تاني وثالث ورابع، بالذات فرصة عبد اللطيف ناون اللي فعلا يعني كثير أزعجتنا كان ممكن تنهي المباراة. بالعموم نحن ما بنستحق التعادل، اللي شاف المباراة شاف إنه اليوم الكرامي بيستحق الفوز على أقل تقدير، لكن يبدو إنه نحن ما تعلمنا من أخطائنا كسبب أول، ويبدو إنك أنت اليوم بس تتفوق على خصمك، أي خصم مو نادي وحدة أي خصم عم بحكي أنا لازم تتعاقب بعد منه عقوبات إدارية، الحكام اليوم على أفضل مستوى، لكن لازم أنت بربحان 2-1 تعال يا فلان لاعب مميز خذ إنذار، تعال يا فلان خذ إنذار، تكبل الفريق، تكبلنا آخر ربع ساعة صار اللاعب التحاماته احتكاكاته مع الخصم صارت مدروسة حتى ما يصير فيه مشاكل بالطرد، فشاهدتم كل واحد اعتمد بالكرات الطويلة بشكل واضح، فريق مكشوف بشكل كامل إنه من عمر جنيات ومدافعين للأربع مهاجمين المركزين مع خط دفاعنا، هذا أسلوبهم أسلوب أكيد معتمد بالدوري السوري، لكن نادي الكرامي وطارق جبان مستمر بأداء فريقه، مستمر بأفكار اللاعبين اللي عم بيتشربوها بشكل كامل، مستمرين بأدائنا اللي هو كرة قدم حقيقية مع احترام كل الأندية. إذا أنا اليوم كطارق جبان بدي ألعب تجاري أنا بقعد ببيتي أحسن لي، أنا اليوم عم ألعب كرة قدم وأنا مبسوط وأنا مرتاح وأنا مقتنع وأنا راضي كل رضا عن اللاعبين، ممكن توفيق بلازمك ما بلازمك مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وخمسة، لكن أنا مصر إني أتعلم اللي تعلمته الكرة قدم إنه أقدر أساوي أنا، لحتى إحنا إذا مفكرين نبني كرة قدم صحيحة كل واحد فينا كمدربين إحنا على الأقل يعني عم نشتغل هذا الشيء، بيوز غيرنا بيشتغل بالأسلوب الثاني طبعاً هذا بحكي باقي كل الأندية، لكن أنا اللي منطعد أو متضايق من أسلوب نادي الكرامة أنا هذا الأسلوب عاجبني كتير والأفكار عاجبتني كتير، إذا في حدا ما عاجبه إدارياً أو جمهورياً أو خلينا نقول على مستوى يعني شارع رياضي أنا متمسك بأفكاري متمسك بأداء فريقي. بدي أقول بس إنه تعادل بطعم الخسارة بالنسبة لنا، إحنا اليوم اللي شاف المباراة عملنا كل شيء كرة قدم، يعني سجلنا جول جانا من تأخير هدف عدلنا وقدمنا، كان فينا سجل إسه أهداف أكثر، بس سبحان الله لعنة الدقائق الأخيرة عم تكون حاجز بالنسبة لنا، إحنا حتى الآن عم ندور على أول فوز لنا، إحنا بالنسبة لنا أول فوز إن شاء الله هيكون انطلاقة منيحة بالنسبة لنا، بس سبحان الله آخر دقائق عم يعني سجل فينا وحنروح كل التعب، إن شاء الله تفكرنا عن المباراة الجاية لناخذ أول فوز
ونمشي بالدورة مثل ما بدنا نحن، نحن عملنا كل شيء بكرة القدم، بس دقايق الأخيرة أو سبحان الله في التركيز بآخر دقايق عم يخلينا نخسر المباراة الأخيرة.